السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أحمد، واليوم سوف نلعب لعبة ليفل ديفل، وهذه اللعبة التي أصبحت ترند في الوقت القصير، وأصبح كل اليوتيوبر يلعبها، وسنحاول تختيمها معنا هنا في القناة، وهيا بنا نبدأ. يعلمنا كيفية اللعبة، واللعبة سهلة، تبدو سهلة في البداية، نحاول ذا. أوه، رأيت من شباب اللعبة مخادعة جدا وصعبة. أوكي، عدنا من جديد. المرحلة الثانية يا شباب. اوه ماي جاد، ماي جاد. اوه نعم، اللعبة سهلة. اوه سأحاول. تعال 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 تعال. اوكي نجحت، وهيا بنا الى المرحلة التي بعدها. اللعبة ليست صعبة كما، اوه ماي جاد. اوه مع البداية مع البداية مع البداية مع البداية مع البداية مع البداية. أنا حاول. اجري 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 اجري. يس، المرحلة التي بعدها. لا أدري ماذا يوجد الآن، لا أدري ماذا يوجد. هروب. اللعبة ترفع الضغط يا شباب، ترفع الضغط اللعبة. اقفز. والآن أكملنا الليفل الأول، سنذهب إلى الليفل الثاني. نقفز فوق الأشواك، عرفت كيفية الفوز فيها. أوكي عدنا من جديد. نقفز القفزة الأولى والثانية، تجاوزتها. والثالثة هو نعم، تحسست لها في التقنية العضلية. الآن نقفز من هنا. أوكي أوه باي، نقفز من هنا وبعدها. أوكي 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 أوكي. وإلى الباب يا عزيزي، هذه لا تبدو صعبة جدا. والأشواك الأشواك الأهرب. نعم سنختم هذه اللعبة بأقل مجهود وبأقل. أوكي الآن عندي فكرة. عد 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 عد. والآن نعود بسلام. أوكي طبعا إذا وصلت إلى هذه إذا وصلت إلى هذه النقطة في الفيديو، لا تنسى ضغط اللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل ما نزله من المحتوى. انزل 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 انزل. سرعة البديهة يا شباب، سرعة البديهة الخارقة. والآن هيا 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 هي. اقفز. سرعة البديهة اقفز. نعم أصبحت اللعبة أسهل الممكن. اللين. اه ما جنج. كيف كيف اتجاوز المرحلة؟ اوكي اوكي عدنا من جديد. اقفز اقفز اقفز. عدنا من جديد. اقفز 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 اقفز. والان اقفز. نعم أصبحت أسهل، والآن سأختمها رغم عن أنفها. الآن هيا 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 هيا. أوكي أوكي أصبحت أتقن اللعبة. أصبحت اللعبة أسهل بكثير. هوب هوب. والله اللعبة ترفع الضغط، اللعبة تخليك تحس إنه اقفز. وهي الى الباب بكل سهولة يا حبيبي. والان الليفل الثالث، هي الليفل الثالث. اوه اوكي الان عرفتها. يجب ان ناخذ واحدة من الكرات. اجل اقفز فوق الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. أوكي يس، كما أخبرتكم أن الذكاء تطور. أوكي هل هي بهذه السؤال؟ أوه ماي جاد يا لغباء. تعال أنت. والثانية والثالثة. نعم
أحسستها. والآن عدنا إلى المرحلة. أقفز 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 أقفز. أوه ماي جاد. نعيد المرحلة. أقفز 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 أقفز. أوه ماي جاد. أوه ماي. أقفز 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 أقفز. أوكي. بسرعة 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 بسرعة. أوكي وصلنا إلى الباب يا شباب. والآن أتوقع أنني سأنهي الفيديو هنا يا شباب. لا تنسوا ضغط اللايك والاشتراك في القناة وادعمونا بزر اشتركوا وانشروا القناة مع أصدقائكم. ونلتقي في المقطع القادم. إلى اللقاء.